خير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. باقي السيدة العذراء مريم، وهنبتدي بالصوم المقدس بتاعها. اتقال عن بتولية واصطفاء السيدة العذراء مريم: هناك من يسأل هل تزوج يوسف النجار السيدة العذراء مريم بعد ولادتها للسيد المسيح؟ كلام كتير، كلام بيتقال وكلام غير معقول، ولكن كل الأديان بتؤكد وكل الطوائف تؤكد أن السيدة العذراء بتول بكر تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية بالتذكار الشهري للسيدة العذراء مريم، والتي نستعد والمسيحيين جميعا لإحياء صومها المقدس في هذا الشهر الجميل بداية من اليوم السابع وحتى 21. بينما الروم الأرثوذكس والكاثوليك في بداية مطلعه وينتهي في 14 منهم. وقال باحث كنسي زكريا تدرس في تصريح له أن البعض يخطئ في فهم النص الإنجيلي الوارد في أول فصول بشارة القديس متى: لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعى اسمه يسوع، موضحا أنه يقول البعض أن كلمة حتى تعني أنه القديس يوسف النجار عرف السيدة العذراء بعد ولادتها للسيد المسيح، أي تزوجت وأنجب منها. حاشا: في إشارة إلى أن عبارة ابنها البكر تشير إلى وجود أبناء آخرين ليسوا أبكارا. هذا الكلام غير صحيح بالمرة. واستدل تدرس في توضيحه للنص الكتابي بتفسير أدلى به بطريرك القسطنطينية يوحنا المعروف باسم يوحنا ذهبي الفم، والذي قال فيه إن استخدام كلمة حتى جاء لكي نعلم أن السيدة العذراء لم يمسها رجل قط. فلقد اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم هذا اللفظ دون الإشارة إلى أزمنة محددة. فبالنسبة لفلك نوح قيل أن الغراب لم يرجع حتى جفت الأرض، حتى جفت الأرض، وذلك بحسب ما ورد في الكتاب المقدس. ونجد أن الغراب لم يعود إلى الفلك، وهل بمعنى ذلك أن الغراب قد عاد؟ لم يعد. أقوال وألفاظ، ونحن نعلم أن هناك للغة العربية اللفظ الواحد له أكثر من معنى، اللفظ اللي له أكثر من معنى. وزي ما وضحنا إن بالنسبة لفلك نوح لما اتقال إن الغراب لم يرجع حتى جفت الأرض، وذلك بحسب ما ورد في ثامن إصحاحات سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس. فهل بعد جفاف الأرض عاد الغراب إلى الفلك؟ لا، مرجعش، وده لم يعد مطلقا. فكلمة حتى هنا لا تفيد انتهاء الغاية البكر. ويضيف: أما من جهة تعبير البكر فلا يعني أن السيد المسيح له أخوة أصغر منه، فيقول القديس جيريوم: كل ابن وحيد هو بكر، ولكن ليس كل بكر هو ابن وحيد. فالسيد المسيح هو ابن وحيد وهو بكر، ومن الطبيعي أن العذراء التي بشرها الملاك وحل فيها الروح القدس وظللها قوة القدير واحتفظ بكل هذه الأمور في قلبها تحافظ على بتوليتها بعد أن جاء منها المخلص. حتى إخوتنا المسلمين يقولون على السيدة العذراء مريم: ستنا مريم، ويحتفون بها ويكرمونها، وهناك البعض يصومون أصوام السيدة العذراء. السيدة العذراء مريم هي بتول، وقال القرآن الكريم عن السيدة العذراء مريم: لقد اصطفاك يا مريم عن نساء العالمين. يعني معنى كده إن وإذ
قالت الملائكة يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم. ماذا في السور القرآنية نجد آيات عظيمة؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. آيات تكرم السيدة العذراء. يعني عايز أقول لك على حاجة، كلام فوق الروعة من القرآن عن السيدة العذراء مريم. السيدة العذراء مريم هي إنسانة بتولة منذ صغرها وهي تخدم الرهبان، وهي طفلة صغيرة، حكم نادر من نوعه أصدرته قاضية لبنانية على 3 شبان مسلمين أساءوا للسيدة العذراء مريم، فبدلا من الزج بهم في السجن بتهمة ازدراء الأديان ألزمتهم بحفظ آيات من القرآن تمجد السيدة العذراء وابنها السيد المسيح. برابع أطول سورة في الكتاب هي آية العمران المكونة من 200 آية وحفظها عن ظهر قلب. الحكم الذي أثار ضجة إيجابية في لبنان ولقى استحسانا من أعلى المستويات. أصدرته قاضية التحقيق في مدينة طرابلس جوسلين متى، وتأثر به رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فأسرع إلى منصته في تويتر وحياها بتغريدة نقرأ نصها في صورة تعرضها العربية. أدنى إلى جانب كلمات كتبها رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي كل هذا الكلام المعروف من سورة العمران احتواها الآية 33، وهنا بيقول في الآية 42 من التنزيل وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. 42 يا مريم اقتني لربك واسجدي وارقعي مع الراكعين، كما ورد في الآية 45 وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السيد المسيح هو الإقنوم ابن مريم وجياها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب إن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قصى أمرا قضي أمرا فإنما له يكون كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيتكم وإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم تأتي بعدها آيات غنية بتمجيد، ومنها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا ما قيله الإسلام، لكننا كمسيحيين نؤمن بأن السيد المسيح هو إلهنا ورب المجد، والذي دائما يقول إنني غير مسيحي يقول ما يقول، ولكن أؤمن بإلهي يسوع المسيح رب الأرباب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. وما تنسوش إن زكريا بطرس عمره ما هان السيدة العذراء ولا يقدر يهين السيدة العذراء، لأنه هو كان كاهن أرثوذكسي، وأرثوذكسي يمجد السيدة العذراء تمجيد تام. تباقي أيها السيدة العذراء وتشفعي فينا أمام ابنك ملك الملوك ورب الأرباب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم في القناة وقناة الملكة والأمير.